يسعد مساكم وأوقاتكم وصباحكم بكل خير. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نشرح عن موضوع الـ Methods of Study بالهيستولوجي بعلم الأنسجة، وراح نحكي كيف إحنا نقدر ندرس الأنسجة والخلايا وشو غايات الدراسة. محاضرة خفيفة لطيفة وسهلة، وإن شاء الله أن أموركم بتكون فيها بأفضل حال. طبعا المحاضرة هاي اخترنا أن نشرحها بناء على رغبة زملائكم بالتصويت اللي عملته على جروب دفعتكم. اعملوا سبسكرايب للقناة على اليوتيوب، وإن شاء الله أي شيء بنزله بتحاولوا تتبعوا عليه أول بأول. هلا الميثود أوف ستدي، هلا هو رح نحكي عن الموضوع اللي اسمه السيل أند تيشو كلتشر. هلا إحنا دائما وأبدا لغايات كثيرة ومتعددة بنعمل تنمية وزراعة للخلايا والأنسجة بمختبراتنا. رح نحكي عن شو أنواع الزراعة، ورح نحكي كيف بنقوم فيها. نقرأ هلا لايف سيلز. طبعا انتوا هذا الموضوع رح تاخذوه خاصة بالمايكروبيولوجي لقدام بعلم الأنسجة بعلم الأحياء الدقيق إن شاء الله، ورح تاخذوا تفاصيل أكثر عنه. بحكي لك هون إنه اللايف سيلز الخلايا الحية والأنسجة كان بي مينتين يمكن أن يحافظ عليها وتدرس خارج الجسم بضمن بيئة محكمة اسمها الكلتشر. هلا دائما أنا ما أجي أحكي إنه أنا بدرس المادة هاي بالمختبر أو بزرعها بالمختبر أو بدرسها بالمختبر، أنا هون بقصد بكلمة كلتشر أو بسموها انفيترو. لما أقول لك كلتشر أو انفيترو يعني أنا دائما بدرس خلايا أو أنسجة إيش، وبدرس نموها خارج الأجسام. لما أقول لك كلمة فيترو يعني بالمختبر، يعني ضمن كلتشر، يعني ضمن بيئة اصطناعية. وبالتالي إحنا شو بنعمل حتى ندرس أي خلية؟ بنروح نحذفها ريموفال، بنحذف الخلية أو بنحذف النسيج أو العضو من الحيوان أو الإنسان، وبعدين إيش بنحطها ضمن artificial environment بيئة اصطناعية إيش عشان تقدر تنمو. هلأ هاي البيئة اللي إحنا بدنا ننمي فيها ونزرع فيها الإشي اللي أنا بدي أدرسه لازم يكون إيش فيها، لازم تكون تتكون من glass أو plastic culture vessels، يعني يا بتكون من وعاء زجاجي أو وعاء بلاستيكي، وبتكون حالته يا liquid صلبة يا حالته إيش semi solid، يا حالته سائلة سوري ليكويد أو شبه صلبة. وهاي دائما وأبدا أنا الزجاجة أو الأداة البلاستيكية اللي بتعمل فيها الزراعة لازم إيش عندها تكون قدرة إنها يكون فيها ميديم بيئة بتدعم سبلايز وتزود إيش الخلايا أو النسيج اللي بدي أزرعه بالنيوتريانت والجروث فاكتورز. زي إيش؟ زي لازم يكون بهاي البيئة أو بهاي الجلاس أو بهاي، طبعا بزرعها يا داخل زجاج يا بلاستيك، وهذا الزجاج والبلاستيك بيكون فيه مواد صلبة وسائلة أو صلبة سائلة أو شبه صلبة، بشرط إنه هاي الأوعية الزجاجية أو البلاستيكية يكون فيها إيش، يكون فيها أو تزود الخلايا اللي أنا قاعد بنمي فيها بالنيوتريانت والعوامل اللازمة للجروث، زي إيش؟ زي الأملاح، سولز، أمينو أسيد الأحماض الأمينية، وزي الفيتامينز. تمام؟ تمام. طيب هلأ أنا بإنفيتيرو يعني بالمختبر أنا شو بعمل؟ بكل بساطة بدي أعمل إيش؟ كل إيش؟ cultivation of organs، يعني بدي إيش؟ بدي أنمي الأعضاء، الأنسجة، الخلايا ضمن درجة حرارة متحكم فيها عن طريق استخدام الحاضنة. شايفين هاي؟ هل هاي اسمها الإنكوبيتر؟ إحنا شو بنعمل؟ بنجيب يعني بنجيب العينة، تمام، بنزرعها ضمن وعاء بلاستيكي وبنحطه بالإنكوبيتر. طب ليش يا دكتور بالإنكوبيتر؟ لأنه الإنكوبيتر الحاضنة بتوفر اللي هي الظروف المناسبة لنمو هاي العينة، مثلا إن الحاضنة بتحتوي على درجات حرارة ثابتة، وبالتالي إحنا دائما وأبدا بنجيب النسيج اللي بدنا ننميه وحتى نحافظ أو نحطه ببيئة فيها درجة حرارة ثابتة بنحطه داخل إيش؟ إنكوبيتر. وبنفس الوقت اللي إحنا يعني اذا انا بس اول شيء قلنا بدنا اول شيء نحطها بانكوبيتر بالحاضنه عشان تحافظ لنا على درجه حراره تمبريتشر ثابته، ولازم هاي العين اللي انا بدي ازرعها وانميها لازم اعملها سبليمنت، يعني ازودها بالسيل نيوترينتس بحاجاتها الغذائيه وعوامل نمو جروث فاكتور. وهذا النظام الكامل من اللي هو الحاضنه مع الإشي اللي أنا بزرع فيه اللي هو الأداة الزجاجية أو الأداة البلاستيكية اللي هو شايفينها، هاي عبارة عن الصحون اللي أنا بدي أحط فيها النسيج وأزرعه. فبالتالي هاي العينات هون، العينة والمواد الغذائية اللي بتحتاجها والحاضنة، ركزوا معي،
العين اللي انا بدي ازرعها مع الحاضن الانكوبيتر مع الجروث فاكتورز مع عوامل النمو النيوترينت الغذاء، هذول كلهم شو بسميهم؟ تيشو كلتشر. اذا تيشو كلتشر شو بتضمن؟ بتضمن اول شيء انكوبيتر حاضنه، بتضمن انه انا ازود الاشي اللي بدي انميه بالنيوترينت بمواد غذائيه وعوامل النمو، هذول كلهم شو اسمهم؟ تيشو كلتشر. اذا ما معنى كلمه تيشو كلتشر؟ هو عباره عن تنميه وزراعه الانسجه والخلايا ووضعها داخل ظروف بيئيه و environment factors، يكونوا هذول العوامل البيئية يكونوا ثابتات بحيث انه البيئة اللي انا بدي ازرع فيها يكون فيها مواد غذائية وعوامل النمو حتى تنمو من الخلايا او الانسجة. هذا شكل الانكوبيتر. هلا في عنا different types، انواع، في عنا انواع مختلفة، في عنا انواع مختلفة من السيلز من الخلايا اللي احنا بنعمل لهم growth بالكلتشر، مثل اللي هو لما نيجي نحكي احنا عن، لما بدنا نيجي نحكي مثلا انا زي لما ازرع الكونكتيف تيشو اليمنتس، زي لما ازرع خلايا النسيج الضام زي خليه الفايبروبلاست، زي لما ازرع السكيليتال تيشو النسيج اللي هو مثلا العضلات الهيكليه او او او, أو البون العظام، زي لما ازرع خلايا القلب الكاردياك، خلايا النسيج الطلائي الابيثيليال، زي لما ازرع ليفر، خلايا الكبد بريست او سكن او كدني. ممكن ايش مرات نعمل زراعه لاعداد مختلفه من التيومر سيلز. عشان كلمة تيومر سيلز، التيومر سيلز هي أي خلية بتنقسم كثير وما بتموت، يعني أي خلية أورام. هلا دائما وأبدا إحنا ليش بدنا نعمل تنمية للخلايا وليش بدنا نزرع الخلايا؟ في إلها إيش؟ في إلها أهداف كثير. أول إشي عبر إشي اسمه المودل سيستم. شو المودل سيستم؟ إنه إحنا ندرس، يعني أنا ممكن أزرع الخلية وأعمل سيل كلتشر. شو معنى كلمة سيل كلتشر؟ زراعة الخلية، عشان ندرس السيل بيولوجي، يعني بيولوجية الخلية، مكونات الخلية، وظائف الخلية، عشان ندرس الانتر اكشنز اللي هو التعاونات خلينا نحكي التداخلات بين الديزيز، يعني كيف الخليه، كيف بين ديزيز كوزنج ايجنت اند سيل، بندرس طريقه التداخل بين العامل اللي بيعمل المرض مثل البكتيريا والخليه. لما اقول لك ديزيز ايش كوزنج ايجنت، يعني العوامل الممرضه، زي ايش عوامل الممرضه؟ لما ادرس تاثير البكتيريا على الخليه، برضو عشان ادرس تاثير الدراجز على السيلز، عن دراسة تأثير الأدوية على بعض أنواع الخلايا. وبنفس الوقت ممكن برضو ندرس البروسيس and triggering of aging and nutritional studies. ممكن برضو ندرس العمليات اللي بتحفز، شان البروسيس العمليات and triggering والمحفزات للأيجينج. شو يعني الأيجينج؟ هو الهرم، إنك تكبر بالعمر. وبنفس الوقت ندرس مرات إيش اللي هو الدراسات الغذائية للخلية. مرات نستخدم الكلتشر عشان نعمل توكسيسيتي تيستينج، عشان نفحص سمية بعض الأدوية، ستدي ذا افكت لدراسة تأثير الأدوية الجديدة. مرات برضو طبعا الموضوع سهل، مش بحاجة انه نظل نعيده، عشان هيك انا قاعد بشرح الموضوع هيك يعني من دون ما نظل نعيده، سريع نمشي عليهم. برضو لغايات الكانسر ريسيرش، دراسة بعض او البحوث، عشان نعمل بحوث لبعض انواع الكانسر، لدراسة الكيميكال فيروس راديشن، عشان ندرس وظيفة المواد الكيميائية الفيروسية الإشعاع، إيش اللي قادر إنها مرات تحول الخلايا الطبيعية للخلايا السرطانية. كيف يا دكتور؟ يعني تخيلوا مثلا أنا جبت خلية معينة، خلية من الجلد، ورحت مثلا نميتها وصرت أجيب إيش أشعة سينية وأعرضها للخلايا الجلد، فرضا لقيت إنه خلايا الجلد لما نعرض إلها الخلايا السرطانية الأشعة، لقينا انه الخلايا الجلد المنمي والمزروع قاعده تتحول لخلايا سرطانيه. معناها انا شو بفهم؟ انه خلايا الجلد اذا تعرضت لاشعه ممكن ايش تتحول لخلايا سرطانيه. فاحنا بنجيب عينه وبنصير ندرس تاثير العوامل عليها. تمام. طيب الان النقطه اللي بعديها اللي هي ايش؟ اللي هي الفيرولوجي. مرات احنا بندرس ايش تنميه الفيروسات لغايات إنتاج فاكسين. شو يعني فاكسين؟ مطعوم. ومرات إحنا بنستخدم تنمية الخلايا عشان ندرس إيش؟ to study their infectious cycle. يعني مرات بندرس عشان نفهم كيف السايكل، كيف إيش الفيروسات، أو كيف خلينا نحكي الجراثيم والميكروبات سايكل، طريقة إيش عدوتها، يعني هي كيف مثلا كيف بتفوت على جسم الإنسان، كم بتقعد من دون ما تعمل أعراض، بعدين قديش بدها وقتها تعمل أعراض، بعدين شو الأعراض اللي بتعملها، بعدين قديش بعد قديش بتنتهي.
برضو بندرس ايش لغايات الجينيتيك انجينيرينج، يعني لغايات ايش الهندسه الجينيه، مثلا ننتج بروتين لغايات تجاريه، او مثلا ايش لارج سكيل برودكشن اوف فايروس، او مرات ايش مثلا نستخدمه لغايات انتاج بعض المطاعيم. تمام، يعني احنا بنستخدم الهندسه الجينيه عشان مثلا يعني نستخدم السيل كلتشر بالهندسه الجينيه عشان ننتج المطاعيم زي مطعوم البوليو، الريبس اللي هو شلل الاطفال، التشيكن بوكس، والتهاب الكبد الوبائي، والميزلز حسبه. هلا مرات برضو بنستخدم تنميه الخلايا لغايات اللي هو الجين ثيرابي، اللي هو العلاج الجيني. شو العلاج الجيني؟ انه احنا ولا شيء بنجيب خلايا فيها جينات طبيعيه ونستبدلها بخلايا فيها جينات غير طبيعيه، وهذا الموضوع حتى نعمله نحن بحاجه الى سيل كلتشر. اذا شو هو الجين ثيرابي؟ الجين ثيرابي سيلز، خلايا هافينج فانكشنال جين، خلايا عندها جينات طبيعيه، تمام، تحل مكان الخلايا اللي عندها جينات نون فانكشنال، يعني ما بتشتغل. هلا بدنا نيجي نحكي عن موضوع جديد، برجع بقول لكم صراحه المحاضره مش صعبه وسهله، يعني يمكن شوي لغتها عليكم انتم يعني شوي هيك مش هاضمينها، بس يعني سهله وما بدها كثير دراسه ولا صعوبه. هلا انا الكلتشرز، تنميه الخلايا بالخلايا الحيوانيه، لها ثلاث انواع. في عنا شيء اسمه برايمري كلتشر، وفي عنا شيء اسمه كونتينيوس كلتشر، وفي عنا شيء اسمه فاينيت تيشو كلتشر، وفاينيت كونتينيوس، وعندنا ايش انديفينيت تيشو كلتشر. راح نحكي عن كل واحد الفرق بيناتهم. طبعا هو ليش قال لك هون 3 كلاسز؟ لانه اعتبر انه هاي 1 كلاس، واعتبر انه النوع الثاني ايش 2 كلاسز. هلا اول شيء بنحكي هيك مقارنه بشكل عام، لما نحكي برايمري كلتشر بنحكي انه احنا في عندنا خلايا طبيعيه بنزرعها من دون ما نغير على قدرتها بالانقسام. هلا انا بالكلتشر دائما بركز على الخلايا انها تنقسم، يعني انا لما نيجي نفرق بين الثلاث انواع بنلاقي انه الفرق بيناتهم بالانقسام. هلا الفاينيت كونتينيوس هاي، هلا الخليه الواحده هون بتنقسم يعني بصوره زايد، يعني مش اللي هون الانقسام طبيعي ما بنأثر على انقسام الخليه، لا هون شو بنعمل؟ بنضيف على الخليه اللي بندرسها او النسيج جروث فاكتور عامل نمو، وبالتالي تقريبا رفلي تنقسم الخليه بهاي الحاله 30 مره. اما بالاندف ايش انديفينيت، هون انديفينيت يعني لا محدود الى الابد، هون الخلايا ايش هي تقريبا زي ايش زي الفينيت. بس هون شو الفكره؟ انه الخلايا بتنقسم indefinitely. ليش؟ يعني تنقسم الخلايا بصوره غير محدوده الى الابد. وهون المثال عليها زي الخلايا السرطانيه التيومر سيل، لانه الخلايا مرات شو بصير لها ترانسفورميشن، لما الخليه تيجي تتحول من خليه طبيعيه يصير لها ترانسفورميشن، تحول لخليه غير طبيعيه سرطانيه، هون بتنقسم بصوره غير محدوده. وهون شو بنسميها احنا السيل لاين. هلا في نقطه لازم تعرفوها، انه التيومر سيل دائما بنسميهم immortal، يعني خلايا خالدة وما بتوقف إذا تزودت بالمواد الغذائية باستمرار. فالفرق بين الفينت إنه بتنقسم تقريبا 30 مرة، يعني عدد محدود، بس بالإنديفينت بتنقسم بعدد بصورة غير محدودة وإلى الأبد وإيش وماخذ راحتها. تمام؟ طيب، يعني هو طبعا إيش السبب إنه إحنا في عنا تيومر سيل، والسبب إنه الخلية صارت تيومر سيل خلية سرطانية، إنه صار في عنا تحول ترانسفورميشن، ونتذكر إحنا شو بنسميها سيل لاين. طيب بنيجي وين؟ اول اشي على البرايمري كلتشر. هلا بالبرايمري كلتشر شو اللي يصير؟ شوف البرايمري كلتشر زي كانه بتعامل مع الخليه انها طبيعيه، يعني باخذ الخليه من جسم الانسان مثلا وبزرعها. هنا طبعا بزرعها بدون ما ياثر عليها ولا يحط عليها عوامل نمو ولا يحولها لخليه سرطانيه، لا يعني باخذها على الفطره على السبحانيه. تمام، وهنا زي كانه بيشابه ايش؟ بيشابه انه انا بالبرايمري كونه ما باثر على الخليه، فزي كانها بتنمو زي كانها وين؟ داخل جسم الانسان. هلا دائما في عندنا مصطلحين، في عندنا مصطلح اسمه ان فيترو وان فيفو. لما يقول لك ان فيترو معناها بالمختبر، لما يقول لك ان فيفو يعني معناها في جسم الانسان، يعني مش بالمختبر او بالجسم. هلا هون السيلز ايش؟ وين ريموفد، لما الخلايا تنحذف من الكائن الان بتروح بتنحط وين؟ بكلتشر انفايرومنت، ببيئه زراعه ايش مالها مناسبه. تمام، وبعد هيك ايش بتنمو، وهذا الشيء بنسميه برايمري كلتشر. هلا بالبرايمري كلتشر هون كم اللايف سبان، يعني كم مره بتنقسم من 5 ل 10 مرات. فلو سالتوا احفظوا عدد الانقسامات، مهم جدا هاي المعلومه، كم بتنقسم بالبرايمري؟ من 5 ل 10 انقسامات.
هلا هون نتيجة انه هي انقساماتها ليمتد محدودة، فانا يعني ما بتعيش كثير، وبالتالي ما بقدر ادرس هاي الخلايا اللي على 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 مدى بعيد. يعني هي كلها بعضها بتنقص 5 إلى 10 مرات بعدين بتموت بتوقف. بالتالي هل انا بقدر ادرس هاي النوع او بهاي الطريقة الخلايا المزروعة لفترة طويلة؟ لا. وبالتالي احنا هون ايش cannot do long term experiment، يعني ما بنقدر ندرسها على المدى البعيد. هاي معلومة كثير مهمة. هلا بالبرايمري سيلز يعني او 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 البرايمري كلتشر، احنا بنعتبر انه هاي الدراسه زي كانها دراسه داخل جسم الانسان، اللي هي بالمختبر، واحنا بنسميها انفيترو بالمختبر، بس احنا فعليا طلعناها برا وزرعناها ونميناها. هل ضفنا عليها شيء من برا؟ هل اثرنا على معدل الانقسام؟ لا. ففي ناس بيعتبروا انه البرايمري كلتشر كونسيدرد باي ماني ريسيرشر، باي عده باحثين، انه هو ان فيفو. شنو ان فيفو؟ يعني زي كانه داخل جسم الانسان. طب ليش الدكتور هو باللاب؟ هلا افهم علي، هلا احنا مش طلعناها ودرسناها برا؟ هل اثرنا عليها؟ هل اعطينا عليها عامل نمو؟ هل زدنا انقسامها؟ لا. فهي صحيح ان فيترو يعني باللاب يعني برا جسم الانسان، بس هي فعليا بنفس ظروف جسم الانسان. فاحنا شو بنعتبرها؟ هلا هي شنو ان فيترو؟ انها بتنعمل بالمختبر، وهي فعليا بتنعمل بالمختبر، بس انا وهي بالمختبر ما باثر عليها، ما بحط عليها ظروف خارجيه. تاري كونسيدر، شنو كونسيدر؟ بنعتبرها زي كانها ايش؟ فيفو. هلا هون مرات شو بنعمل؟ مرات احنا بناخذ خلايا من البرايمري عشان شو نعمل؟ عشان نعمل الكونتينيوس. فبحكي لك انه السب كلتشرنج اوف برايمري ليد تو جينيريشن اوف سيل لاينز، يعني مرات انا باخذ عينه من البرايمري وبشتغل عليها عشان شو تصير كونتينيوس. يعني اذا انت بتاخذ عينه من هون، تمام، اذا بتاخذ عينه من البرايمري ايش ممكن تعمل فيها؟ يا هاي يا هاي. يعني مثلا الخليه بتطلع من هون، ممكن انت تضيف عليها عامل نمو، شو يصير اسمها؟ اسمها ايش؟ فينت. طيب احنا مرات بناخذ عين من البرايمر عشان ايش نعملها؟ اللي هو الكونتينيوس. هلا مرات شو بحكي لك؟ سج سيل سج ماكروفاج، في عندنا الخلايا الدم البيضاء اللي هي الاكوله الماكروفاج والخلايا العصبيه نيورونز دونت ديفايد ان فيترو، ما بتقدر تنقسم وين؟ بالمختبر. سو كان ايش بي يوزد از برايمري كلتشر. هلا هاي احنا يعني ما بنقدر انه احنا نضيف عليها عامل نمو ونزيد انقسامها، يعني ما بنقدر نعمل لها كونتينيوس، ففقط ايش نعمل لها؟ بس برايمري. تمام، تذكروا ماكروفاج والنيورونز بس برايمري. طيب هلا بالبرايمري في عندنا نوعين، في عندنا شيء اسمه برايمري كلتشر، في عندنا شيء اسمه اكسبلانت، وعندنا شيء اسمه انزيماتيك ديسوسيشن. وهون بدنا نفهم الفرق خفيف لطيف. هلا بالاكسبلانت شو بنعمل؟ بنروح ناخذ قطعه من نسيج، تمام، زي ما هي، وبنحطها وين؟ على سلايد، شايفينها كيف؟ هون هون. بعدين شو مالها؟ نتركها شوية وقت تتفتت، بعدين هاي اللي طلعت من هون بناخذها وبنحطها ايش؟ داخل بيئة عشان ننميها. يعني انا ايش بعمل؟ سمول بيس، قطع من نسيج، زي مثلا لما اخذ بلازما كلوت خثرة من البلازما، او اخذ بروتين شو اسمه؟ فيبرونوجين. وين بروح؟ بحطها على جلاس، او بحطها على ايش؟ على 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 وعاء بلاستيكي، شايفينه؟ هلا انا هون تركتها، باجي عليها بعد فيو دايز، بعد عده ايام، وبنقولها لمين؟ للكلتشر. شو يعني الكلتشر؟ قلنا اللي هي البيئه الاصطناعيه. لاحظوا هون هاي مش كلتشر، لا، هنا هون عادي، انا هون تركتها عشان ايش؟ لاحظوا، لا، تركتها تفتتت، بعدين بنقولها وايش بحط فيها؟ بحطها داخل كلتشر. وهذا الكلتشر، تمام، بيكون ايش؟ يعني بس انقلها على البيئه المناسبه لها، بصير لها بيجن تنمو ايش؟ ديفايد، تبلش تنقسم وايش؟ وتنمو. تمام. اذا انا لاحظوا انا شو بعمل بالاكسبلانت؟ انا اخذت ايش؟ نسيج كامل، وبعد ما اخذت النسيج تركته عده ايام ونقلته على بيئه اصطناعيه كلتشر. لاحظوا هون شو حطيته انا ببيئه ايش؟ هون حطيته انا بايش؟ بجلاس. تمام. طيب شايفين بعد عده ايام will move from the tissue explant اللي هو هون، ونحطها على كلتشر. طيب طبعا الكلتشر دائما ارضيته شو بنسميها؟ سيرفس او سبستراتوم. طيب هلا في عندنا طريقه ثانيه للبرايمري كلتشر اللي هي بنسميها انزيماتيك ديسوسيشن. هاي الحاله لاحظوا هون احنا شو عملنا؟ احنا خليناها ايش؟ هلا احنا هون ايش عملنا؟ جبنا نسيج كامل، خليناه انه يتفتت شويه او يتقطع، بعدين نقلنا جزء من قطعه لا للكلتشر، للبيئه الاصطناعيه عشان ينمو. يعني هنا الفرق انه انا بتركه ايش؟ يتفكك، بعدين باخذ جزء منه وبزرعه. هلا هون انا بالانزيماتيك ديسوسيشن شو بعمل؟ ما بضل استنى، لا، بحط انزيمات بتفكك النسيج لخلايا، بتصير خلايا منفرده، والخلايا المنفرده هاي ايش؟ بمسكها وبزرعها، بحطها بكلتشر. فهون هاي الطريقه الثانيه من البرايمري كلتشر، هي يعني
انزيماتيك نسميها انزيماتيك ديسوسيشن مور وايدلي اكثر انتشارا. وهنا احنا عشان نسرع عمليه تفتيت النسيج بنروح نضيف ايش سبيد اب ذا بروسيس، بنسرع العمليه عن طريق اضافه انزيمات هاضمه محلله. شنو بروتيلايتيك؟ انزيمات محلله، زي مثلا انه احنا نضيف انزيم اسمه تريبسين او كولاجينيز. عشان ايش؟ عشان نعمل تشو فراجمنت، نجزئ النسيج مع بعض. لاحظوا هون جزئنا النسيج انه استنينا فيو دايز، بس هنا لا. كيف بنجزئ النسيج؟ نضيف انزيمات مجزئه ومحلله للتريبسين والكولاجينيز عشان نكسر النسيج وايش ويصير في عندنا سيلز لحال. هلا احنا بس يضل عندنا في سيلز لحال، يطلع عندنا سنجل سيلز. هذول السنجل سيلز يعني انا بحط انزيمات بفكك النسيج للخلايا، بيطلع عندي هاي بتكون العمليه اسرع. هاي الخلايا بمسكها وبروح نقولها لوين؟ للكلتشر اللي هو البيئه الاصطناعيه عشان ايش؟ تنمو وتنقسم. فراح بالمنطق مين اسرع، هاي ولا هاي؟ لا بالمنطق انزيمتك، لانه انا هون استعنت بالانزيم عشان يفكك الخلايا بصوره اسرع، بس هون لا انا بستنى ان يفكك لحالهم. هلا بالكونتينيوس كلتشر شو اللي بيصير يا دكتور؟ بيصير انه انا يعني باخذ خلايا اوريدي اشتغلت عليها بالبرايمري، وغالبا انا بدرس هون فقط نوع واحد من الخلايا. نتذكر انه احنا بالكونتينيوس نقوم بدراسه نوع واحد فقط من الخلايا. طبعا دائما وابدا احنا حتى ننقل الخلايا من البرايمري للكونتينيوس انا ممكن انقلها بعده طرق. فاحنا ممكن كان بي سيريالي بروبيجيتد، ممكن تنتقل للكلتشر. يعني انا ممكن انا انقل الخلايا اللي بدي ادرسها بالكونتينيوس للكلتشر. يعني انا بدي اعمل كونتينيوس، فانا بدي اجيب الاشي بدي ادرسه للكلتشر. الكلتشر معناها البيئه الاصطناعيه، يعني انا هاي البيئه الاصطناعيه راح ينمو عليها. البيئه الكلتشر معناها المكان اللي بده ينمو عليه، اللي هو المكان الغذائي اللي راح ينمو عليه النسيج. فانا هون ايش عندي الطرق عشان انقلها. هلا في عندي نوعين من انواع الكونتينيوس كلتشر، السيل لاينز والكونتينيوس. هلا اول شيء بالسيل لاينز شو عندي؟ سيل لاين وكونتينيوس سيل لاين، تمام؟ هاي السيل لاين وهاي الكونتينيوس ايش؟ سيل لاين. موضوع سهل. طيب هلا انا بالسيل لاين شو بعمل؟ بعمل سيريال يعني عده نقل للبرايمري سيل. احنا قلنا اذا انا بدي اعمل كونتينيوس شو بدي اعمل؟ اول شيء بجيب الخلايا من مين؟ من البرايمري. فانا هون شو بعمل؟ بظل بعمل عده نقل للبرايمري سيل. وهنا انا يعني ركزوا معي، هو الموضوع انتقاء. يعني انا بعمل برايمري سيل، بعمل برايمري كلتشر، بصير اخذ منه خلايا عشان اعملها كونتينيوس. وصلت؟ يعني افهموا الفكره، انه احنا اول شيء بنعمل برايمري بناخذ، بعدين بننميه بنزرعه، بعدين بناخذ خلايا معينه عشان ندرسها وين؟ بالكونتينيوس. هلا هون انا ايش؟ بعمل جراديوال سيليكشن، يعني انا بختار بشكل متدرج. وهذا الاشي ايش؟ حتى انه انا اخذ بارتيكولر سيل. ايش؟ يعني انا شو بعمل؟ يعني انا عندي البرايمري اللي هو اول واحد اشتغلت عليه، بصير اخذ منه خلايا معينه عشان ادرسها وين؟ بالكونتينيوس. حتى ايش؟ حتى انا احصل على سيل تايب نوع معين من الخلايا شو يكون؟ بريدومينت. شو بريدومينت؟ الاكثر سياده. يعني تخيلوا انا مثلا في عندي خمس انواع من الخلايا بالبرايمر، شو بعمل انا؟ بضل ايش؟ مثلا بضل انقي نوع معين من الخلايا بدي ادرسه حتى هو يصير السائد بالكلتشر الجديد اللي انا بدي اعمل فيه النوع الثاني من الزراعه اللي اسمه الكونتينيوس. هلا هون دائما وابدا كونه انا اخذت نوع واحد معين من الخلايا، هو بالمنطق اذا هاي الخلايا كلها ايش؟ متطابقه، ويكون عندها نفس الايش؟ المعلومات الجينيه. فشوفي عندنا يونيفورم جينيتك ميك اب. شنو يونيفورم؟ موحد. اذا تركيب جيني موحد. اذا هون السيل لاين ديفلوب تتطور من سنجل سيل. اذا انا بالمنطق اذا نتذكر بالسيل لاين انا بظل انقل من البرايمري كلتشر اللي عملته اول شيء عشان انا اوصل لمين؟ لنوع معين من الخلايا شو يكون هو السائد. وبالتالي ايش بدي اعمل؟ بدي انتج ايش؟ بدي ايش؟ اذا انا بيطلع عندي سيل لاين، يعني عدد كبير من الخلايا. بالاخير راح يطلع عندي متطور من خليه واحده، وكل الخلايا كونهم طلعوا من خليه واحده اذا هم ايش؟ جينيتك ميك اب. يعني تخيلوا انا اخترت مثلا خليه معينه من البرايمري كلتشر، نميتها اعطتنا مثلا 100,000 خليه. تخيلوا هذول انه مثلا ال 100,000 خليه ايش على سبيل المثال انهم ايش؟ كلهم طلعوا من نفس الخليه، اذا شو راح يكونوا؟ كلهم جينيتك ميك اب ايش؟ كلهم نفس يونيفورم جينيتك ميك اب، يعني نفس التركيب الجيني. هلا هون الخلايا كم مره بتنقسم؟ 40 ل 60 مره. فرقوا بين كل نوع. وهنا ايش؟ برضو الخلايا عندها قدره ايش تعمل مرات ترانسفورميشن وتصير تنقسم ايش؟ ايش؟ ان يعني بصوره انديفينتلي، يعني صوره غير محدوده. الان طلعوا عليه. هلا انا اذا خليت السيل لاينز اللي هو النوع الثاني، خليت هاي الخلايا تصير فيها تحول جيني ترانسفورميشن
وتصير تنقسم بصوره غير محدوده، شو بصير اسمها continuous cell line. تذكروا هاي المعلومه، اذا السيل لاينز اذا تطورت وصار فيها طفره هون شو بصير اسمها continuous cell line. طيب طبعا هون كيف احنا ممكن نحول، يعني كيف احنا ممكن نحول الخلايا من cell line لcontinuous cell line؟ ولا شيء، يا بنأثر عليها كيميائيا، يا بنضيف على الخلايا اللي هي cell line virus بخليها تتحول continuous، وايش اذا برضه ممكن تكون spontaneously induced. اذا انا عندي، ركزوا معي، اذا انا يا جماعه الخير ركزوا معي، اسمه cell line. اذا بنقسم بس 40 ل 60 مره cell line، بس اذا انا الخلايا اللي بدرسها بالcell line عملت لها طفره معينه عن طريق مواد كيميائيه او فيروسيه او لحالها صار لها طفره وصارت تنقسم بصوره غير محدوده، السيل لاين هذا شو بصير اسمه؟ كونتينيوس سيل لاين. ارجوكم ما تنسوا المعلومه. اذا بالسيل لاين انا شو بعمل؟ ركزوا معي، بالسيل لاين يا بتكون الخلايا اللي انا بدي اعمل فيها سيل لاين يا نورمال، وهون انا بكون باخذ الخلايا من التيومر وبتكون نوع واحد من الخلايا فقط، او بتكون ترانسفورم، وهون بيكون انا بكون عندي خلايا طبيعيه وانا عملت لها اندرونت، يعني حولتها لخلايا سرطانيه عن طريق انه اثرت عملت جينيتك تشينج، او انه انا ممكن اعمل السيل لاين للخلايا الجذعيه الستمسل. والستمسل هي خلايا دائما وابدا عندها قدره تتمايز، تعمل ديفرنشيشن وتعطي انواع مختلفه من الخلايا. هلا زي ما قلنا بالكونتينيوس سيل لاينز هي خلايا بتنتشر وتتحرك اندفينتلي، يعني بصوره غير محدوده، وهنا غالبا الخلايا صارت تنقسم بصورة غير محدودة لأنه صار لها ترانسفورمد. تذكروا إذا كانت خلايا تنقسم 40 ل 50 مرة اسمها سيل لاين، بس إذا صار فيها طفرة وصارت تنقسم بصورة غير محدودة شو بنسميها؟ بنسميها ترانسفورمد، وبصير اسم التنمية أو الزراعة كونتينيوس سيل لاينز. ركزوا معي، هلا هاي المعلومات صراحة لازم تشرح بالمختبر مش هون، بس أنا بدنا نحاول أحفظكم إياها بأي طريقة. طب السؤال، كيف نخلي الخلايا إنها تنقسم بصورة غير محدودة ونسميها continuous cell lines ولا شيء؟ إنه إحنا بكل بساطة يا بتكون هي أصلاً تيومر تصير خلية سرطانية، يا بنأثر عليها بفيروسات أو بنحط جينات فيروسية سرطانية، يعني أنا بروح بجيب الخلية بحط عليها فيروسات بتعمل سرطان وبتصير إيش؟ دائماً نتذكر السرطان بينقسم بصورة غير محدودة، أو بنعملها إيش؟ معالجة كيميائية. إذا نتذكر هنالك ثلاث طرق إنه نخلي الخلايا تنقسم بصورة indefinite، يعني بصورة غير محدودة وإلى الأبد. كيف؟ إنه يا إنه هي أصلاً تكون خلية سرطانية أو نحولها لسرطان، أو نحط عليها فيروس سرطاني، أو نعملها إيش؟ تأثير أو تعديل كيميائي. هلأ بالcontinuous cell lines الخلايا عندها قدرة ability to grow up، إنها تنمو وصير في يعني تتصفط فوق بعضها. كيف أنت لما تجيب غرفة واحدة وتحط فيها مثلاً 200 بني آدم، نفس المبدأ، فدائماً بالcontinuous cell lines خلايا بظلها تنقسم، فشو بتكون عندها cell density تعيتها كثير عالية، وغالبا بيكون عندها عدة فينوتايب، بيكون عند الخلايا اللي بتنمو عندها أشكال إيش مختلفة وطرق شكلية مختلفة. تمام؟ بحكي لك بقول لك إنه الكونتينوس سيل لاين قد ما بتنقسم آخر إشي ستوب، بتوقف إنتاج إكسبريسينج تيشو سبيسيفيك جين، يعني إيش يعني لدرجة إنه الخلايا بالسل بالكونتينوس سيل لاين قد ما بتنقسم كثير بتصير الخلايا يعني تنقسم وجيناتها تبطل تنتج بروتينات يميزوا النسيج. يعني المعنى شو؟ يعني المعنى إنه الخلايا السرطانية كلها إيش بتبطل تميز عن بعضها، وبتبطل تقدر تميز شو نوع النسيج هذا. يعني مثلا تخيلوا إنه طلع عندنا نسيج من خلايا الكبد، قد ما انقسمت خلايا الكبد بصورة غير محدودة بتصير خلايا الكبد إيش تبطل تنتج البروتينات اللي تعرف عن حالها ان هي خلايا كبد، وبالتالي بتصير الخلايا السرطانية غير معروفة، لانه الجينات اللي كانت تنتج بروتينات اللي تعرفنا بنوع هذا النسيج ايش اتعطلت. هلا في عنا انظمة السيل كلتشر، احنا حكينا فوق عن الطرق. في عنا اول شيء اسمه suspension ايش سيل كلتشر، او بنسميه anchoring independent. يعني هون شو معنى anchoring independent؟ انه الخلايا بس تيجي نزرعها او ننميها مش بحاجة لإيش ترتبط فيه تحتيها. يعني هلأ أنت سؤال، إذا بدك تعمر طابق أرضي شو بدك؟ بدك أرض صح؟ تعمر عليها. بس إذا بدك طابق ثاني ما بدك أرض، فدائما وأبدا هذا النوع من الكلتشر نسميه anchoring independent، يعني مش بحاجة إلى أرضية أنه ينقسم عليه. هنا derived، هنا بنقسم، هنا مشتق من الخلايا اللي ممكن تنقسم and survive وتعيش من دون ما يكون في سطح تحتيها مرتبط، زي مين؟ الهيماتوبيوتيك لينج. شو الهيماتوبيوتيك لينج؟ هذول هم عبارة عن الخلايا الجذعية المنتجة لخلايا الدم، اكتبوا بجنبها الخلايا الجذعية المنتجة لخلايا الدم،
تذكر بهذا النوع أن هذه الخلايا حتى تنمو وتزداد لا تحتاج إلى سطح ترتبط فيه، عشان يسموه anchoring independent. شو يعني anchoring؟ يعني ارتباط، independent يعني مستقل، يعني مش بحاجة إشي ترتبط فيه، تمام؟ strong independent يعني، تمام؟ طيب هلا هون إيش؟ على الأغلب كان me maintain in culture that are not tissue culture treated، يعني على الأغلب هنا ممكن تنمو من دون ما يكون في عندنا culture إيش تم تغييره وتعديل عليه، مش كثير مهم. هلا هون هاي المعلومة المهمة، مش كثير مهم. هنا على الأغلب شو بيكون في عندنا؟ بدنا إنه نحرض أو نأثر على هذا النوع من أنواع الزراعة والتنمية عن طريق إنه إيش نحط يعني إذا هون require agitation، بحاجة إنه نحرضها إيش for adequate عشان يكون إيش في يعني gas exchange كافي. هون بحاجة إلى تحريض لغايات إنه يكون في عندنا إيش تحصل على أو تبادل الغازات إيش الكافي إلها. طبعا هي easier، شو يعني easier؟ سهل إنه إحنا ننقل إلى الخلايا عشان ندرسها. يعني الخلايا اللي بتكون إيش anchoring independent سهل إنك تنقلها لوعاء الزراعة تدرسها. هلا الadherent cell anchoring dependent لا، بالعكس هاي بدها أرضية تستند عليها عشان تندرس. هنا غالبا must adhere، لازم إنه هنا زي كأنك بتعمر طابق أرضي، شو بدك؟ بدك أرض، بدك أساسات، فهنا must adhere لازم ترتبط بأرضية. هنا بتكون دائما طبق، يعني هنا بهذا النوع الخلايا بتنقسم بس بطبقه واحده، يعني مجرد ما صارت طبقه واحده، مجرد ما انه الوعاء بنزرع فيه يعني تعبى كله وصار كله طبقه واحده بوقف الانقسام. فهنا غالبا شو بيعمل؟ مونولاير، فقط طبقه واحده، مثل الخلايا يعني مثل لما نزرع خلايا من البريست او الليفر. وهون الجروث مين بياثر عليه؟ المساحه السطحيه للوعاء اللي بدنا نزرع فيه. فإذا تعبت الخلايا وعملت طبقة أحادية بكل الوعاء خلاص بيوقف. يعني هل يمنع هون إن يكون في عنا طبقة ثانية؟ هل يمنع يكون في عنا طبقة ثنائية من الخلايا؟ لا. فهون أول إذا هي راح توقف عن النمو لما إيش تعمل كونفلانت. شو يعني كونفلانت؟ يعني لما تغطي كل السطح. إذا مجرد ما الخلايا غطت كل السطح بطبقة أحادية، ركزوا معي، فقط مونو لاير طبقة أحادية، شو بصير في عنا بالانقسام؟ بيوقف. وشو بصير عنا بالنمو؟ بيوقف. تذكروا بالادهيرنس الكلتشر انا بظل تنمو الخلايا، حتتكون طبقه احاديه تعبي كل السطح. فهون شو اهم شيء؟ المساحه السطحيه. طبعا هون احنا مرات شو بنعمل؟ بنمسك الخلايا وبنفكها يا اما بانزيمات يا اما بعامل ميكانيكي. هلا في عنا شيء اسمه الاميونوهيستوكيمستري، تعال افهمكم شغله. هلا دائما وابدا في عنا مصطلح اسمه انتيجين. الانتيجين هو عباره عن شيء كثير كبير، يعني تخيلوا انه الانتيجين هو عباره عن اي ماده بالدنيا عندها قدره ترتبط مع مين؟ مع إشي اسمه الأنتيبادي. طبعا شو الأنتيبادي؟ هو عبارة عن بروتين، يعني جسم مضاد. هلأ تخيلوا على سبيل المثال إنه جسمك فيه أنتيجين اللي هو إيش؟ مادة معينة. هلأ إحنا شو بنعمل؟ بنكون عارفين إنه هذا الأنتيجين بيرتبط مع الأنتيبادي المعين، فشو بنعمل؟ بنروح إيش؟ بدنا نشوف إذا هذا البني آدم عنده الأنتيجين ولا لا. شو بنعمل؟ بنروح نمسك أنتيبادي يعني أو عينة، بنجيب هالعينة، بدي أعرف إنه العينة مثلا فيها أنتيجين ولا لا، تمام؟ شو بعمل؟ أنا بروح بجيب أنتيبادي. الانتيبادي والانتيجين زي القفل والمفتاح، بيرتبطوا مع بعض اذا لاقين بعض. فاحنا شو بنعمل؟ بنروح نمسك الانتيبادي ونحط عليه ماده ايش؟ ماده ملونه. هاي الماده الملونه متى بتشع؟ اذا ارتبط الانتيجين مع الانتيبادي. فاحنا اذا نركز معنا، بنجيب انتيبادي من لونه، وهي اللون بيطلع وبشع لما يكون الانتيبادي لقى الانتيجين تبعه. فاذا رحنا جبنا الانتيبادي والمربوط معه الماده الملونه وحقناه وصار في لمعه، معناها الانتيبادي، ركزوا معي، لقى التارجت تبعه، الهدف تبعه اللي هو الانتيجين ولمع. طب سؤال يا دكتور، لو انا ما لمع معناها اذا ما في انتيجين، بالتالي احنا ليش بنجيب الانتيبادي ومنعلمه؟ عشان اذا لمع معناها ارتبط مع الانتيجين، اذا في انتيجين. يعني تخيلوا مثلا بدي اجيب عينه نشوف اذا فيها مثلا فيروس كورونا، فاحنا شو بنعمل مثلا؟ على سبيل المثال بنجيب الانتيبادي الملون تبع الكورونا، اذا الانتيبادي لقى الانتيجين اللي هو الكورونا معناها ايش؟ ولمع، معناها معناها الكورونا موجوده. طيب اذا ما لمع معناها الكورونا مش موجوده، وبالتالي نجيب انتيبادي من علمه انه يلمع اذا الانتيبادي لقى الانتيجين، اذا لمع معناته في انتيجين، اذا ما لمع معناها ما في ايش؟ انتيبادي. هذا الانتيبادي والانتيجين، الانتيبادي هو منتج اميون، يعني منتج مناعي، عشان هيك شو سموه؟ اميونو هيستو كيمستري. يعني ايش؟ يعني خلينا نحكي انه احنا نستفيد من علم المناعه بعلم الهيستولوجي. طيب هلا الاميونو ايش؟ اميونو هيستو كيمستري طريقه بعلم الهيستولوجي عشان ايش؟ نجيب ليبل، يعني نعلم الانتيبادي عشان يحدد ايدنتيفاينج، يحدد ويعني يعرف موضع مين بعض البروتينات. اللي هو احنا لما نحكي هون البروتينات قصدنا بالانتيجين، يعني هون البروتين اللي بده يعرف الانتيبادي مين هو الانتيجين.
ودائما احنا في عندنا ايه، في عندنا دائما علاقه ورياكشن بين الانتي بودي والانتيجين. هاي العمليه دائما وابدا احنا بنستخدمها عشان نخلي الانتي بودي يروح يرتبط مع مين، مع البروتين. هو احنا هنا شو بنعتبر البروتين؟ الانتيجين، عشان يحددوا ونقدر نكشف او ما نقدر نكشف. هلا بالاميونو هيستوكيمستري في عندنا نوعين، في عندنا دايركت وعندنا اندايركت. تعال فهمك شو هلا. هون احنا في عندنا، تخيلوا هاي خليه، في عندنا هون انتيجين، هون عندنا انتيجين، في عندنا نوعين طبعا الاميونو هيستوكيمستري. هلا بالمنطق في عندنا هون، هون هو الفلوروفور اللي هي الماده الملونه، هون في عندنا هذا الانتي بودي الازرق، وهون عندنا الانتيجين. هلا بالمنطق اذا الها اذا اذا احنا عندنا ارتبط الانتي بودي مع الانتيجين، شو اللي هو البروتين طبعا، هون راح يصير بالماده الملونه راح تلمع، بالتالي راح نعرف انه هون معناته الانتي بودي ارتبط مع الانتيجين، يعني في عندي انتيجين. هلا احنا بالاندايركت شو اللي بصير؟ اللي بصير انه انا ما بستخدم بس انتي بودي واحد، اول شيء بجيب الانتيجين وبربطه مع الانتي بودي. فاول انتي بودي شو نسميه؟ برايمري انتي بودي. بعدين بجيب انتي بودي ثاني يرتبط مع الانتي بودي الاول، شو بسمي الانتي بودي الثاني؟ سكندري انتي بودي. احنا بالدايركت نستخدم بس انتي بودي واحد، بس بالاندايركت نستخدم برايمري انتي بودي وسكندري انتي بودي. اول شيء بيجي الانتيجين بيرتبط معه مين؟ البرايمري انتي بودي. بعدين بيجي السكندري انتي بودي بيرتبط مع البرايمري انتي بودي، وبالتالي هيك صفى عندنا طوابق. الطابق الاول انتيجين، الطابق الثاني برايمري انتي بودي، والطابق الثالث ايش؟ سكندري انتي بودي. وتذكروا ان الفلوروفور الماده الملونه وين جايه؟ بالاندايركت على السكندري انتي بودي. هلا بالدايركت اول شيء هاي العمليه اذا شرحناها، طبعا احنا يا بنستخدم انتي بودي متشابهه كلياتها، الانتي بودي بنستخدمها متشابهه، او شو بتكون؟ غير متشابهه. طبعا نفس الشيء شرحنا، شايفين كيف؟ هذا الانتيجين وهذا الانتي بودي الاخضر، وهون شوفي عندنا الماده الملونه. اذا الماده الملونه اشعت معناها الانتي بودي ارتبط مع مين؟ مع الانتيجين. انت بس اعرف الفرق انه انا هون بستخدم وان انتي بودي بالبرايمري، وهون شو بستخدم بالسكندري بالدايركت بستخدم وان انتي بودي، وبالسكندري شو بستخدم؟ تو انتي، او بالاندايركت شو بستخدم؟ تو انتي بودي. هلا شو حلاوتها؟ انها اسرع، وهون على الاغلب انا مش بحاجه اني اعلم الانتي بودي كثير بمواد ملونه، الليبلنج انتنسيتي كثافه التعليم قليله، ونستخدمها عشان ندرس وناخذ خزعات بيوبسز، ندرس خزعات. شو بيوبسي؟ خزعة من الجلد، سكن أو الكدني. هلا إحنا بالإندايركت شو بدنا نستخدم؟ بدنا نستخدم تو أنتي بودي. هون شو بدنا نعمل؟ بدنا نستخدم تو أنتي بودي، تمام؟ فإحنا يا جماعة الخير هون شو بدنا نستخدم؟ تو أنتي بودي. نتذكر بجيب البرايمري أنتي بودي الأول، بعدين بجيب السكندري، بجيب الأنتيجين الأول، بحط عليه برايمري أنتي بودي، بعدين شو بجيب؟ السكندري أنتي بودي. تذكروا المادة الملونة وين جاية؟ على السكندري أنتي بودي. تذكروا هاي المعلومة. طبعا السكندري ارتبط مع مين؟ مع البرايمري. فاذا كانه البرايمري لان طلعوا هذا انتيجين، مين الانتي بودي تبعه؟ البرايمري. هلا هون السكندري انتي بودي ارتبط مع البرايمري انتي بودي، يعني تخيلوا انه تجاوزا، يعني السكندري انت يعني زي ما البرايمري يعتبر هون هذا الازرق انتيجين، السكندري انتي بودي جدلا افترض انه البرايمري انتي بودي هو الانتيجين تبعه. وصلت؟ افهموا المعلومه. السكندري ارتبط مع مين؟ مع البرايمري. فالسكندري زي كانه يعتبر البرايمري انتيجين، والبرايمري ارتبط مع مين؟ مع الانتيجين. هي يعني تخيلوا انه الانتيجين هو انتيجين للبرايمري، والبرايمري هو انتيجين للسكندري. هاي العمليه بتاخذ وقت اطول، ولكنها سنسيتيف، يعني تعطيك نتائج ادق واقتصاديه اكثر. طيب هلا مرات شو بنعمل؟ مرات بالاندايركت اميون هيستوكيمستري بنروح بنركب على الماده الملونه شيء اسمه ايش؟ شيء اسمه هيو، طلعوا عليه شيء اسمه بيوتين ادفين مو تكنيك. يعني صح انا عندي هون تيشو انتيجين، صح هون عندنا برايمري، هون عندنا ايش؟ هون عندنا الماده الملونه. الماده الملونه على السكندري انتي بودي بحط شيء اسمه افيدين بيوتين كومبلكس. ليش؟ عشان يزيد من وضوح السيجنال، الاشارات اللي انا بدي ادرسها عن طريق الميكروسكوب، تمام؟ عشان يعمل امبليفاي. شلون امبليفاي؟ عشان يحفز ويحسس ويعمل ايش؟ هلا انا مش انا في عندي ماده ملونه موجوده، ذكروا الماده الملونه بالدايركت على الانتي بودي البرايمري، بس بالاندايركت الانتي بودي وين جاي؟ او الماده الملونه على السكندري. هلا مش قلنا انه الماده الملونه بتشع عشان احنا نشوفها؟ هلا الميكروسكوب بس انت تضيف على الماده الملونه الموجوده على السكندري ايش اسمه؟ افيدين بيوتين كومبلكس، بتكون الاشاره المبعوثه للمجهر عشان نشوفها ايش اقوى. فلو سالته سؤال ليش مستخدم بيوتين افيدين تكنيك؟ عشان نقوي الاشاره المنبعثه للميكروسكوب عشان يشوفها. هلا خلاصة الموضوع، هلا مش انا حطيت مادة مشعة هون، عشان حطيت مادة مشعة هون هيها عشان اشوفها،
المجهر اللي بشوفه شو بنسميه اميون فلوريسنس مايكروسكوب. فشو الاميون فلوريسنس مايكروسكوب؟ هو المايكروسكوب اللي بيشوف الليبلينج انتي بودي المربوطه مع مين؟ مع الانتيجين. يعني احنا عندنا شو عندنا الماده الملونه اللي بدنا احنا نحطها على الانتي بودي بالدايركت او السكندري انتي بودي بالاندايركت، هاي الماده الملونه بتطلع اشعاعات. اسم المجهر اللي راح يشوفها، يعني انت بالاميون هيستوكيمستري اسم المجهر اللي بتستخدمه عشان نشوف الماده الملونه المربوطه على الانتي بودي بنسميه اميون فلوريسنس مايكروسكوب. الماده الملونه بنسميها فلوريسنت دايز او فلوروكروم. هل هاي الفلوروكروم هي اصباغ دايز عندها قدره انها ايش تمتص شورت ويف لينث، عندها يعني اطوال موجيه قصيره من الالترا فيولت، وبعدين ايش تنقلها ايش يعني بتيجي الماده الملونه وتستقبل. طبعا هاي المعلومه يعني بتشرح كيف طريقه العمل للمجهر اللي هو الميونوفلوريسنس. بس انتوا مش مطلوب منكم تفهموا شو كيف المجهر بيشتغل، بس انتوا اعرفوا انه هاي الماده الملونه شو بتعمل؟ بتمسك الاشعه اللي هي الفوق بنفسجيه الالترا فيولت، بعدين ايش تعمل؟ بتنقل يعني من اشعه من موجات شورت قصيره، بعدين يعني المجهر بيرمي على الماده الملونه موجات قصيره، المواد الملونه بترمي موجات طويله عشان يقدر المجهر يشوفها. هلا هون في عندنا نوعين انواع الاصباغ اللي بنستخدمها بالاميونو هيستوكيمستري او بالمجهر الاميونو فلوريسنس. يعني انا اذا بدي اعلم الانتي بودي يا بعلم بالفلوريسين او ايش اسمه رودامين. هلا الاولى طبعا هاي لونها جرين، وهاي ايش اللي هي أو يعني بتشوف لون اخضر، وشو بتشوف لون اورنج لريد لايت. طيب طبعا احنا دائما في عندنا فلاتر موجوده بالمجهر عشان بس نشوف ايش لون الماده اللي احنا علمنا فيها الانتي بودي. هلا الاستخدامات بشكل عام نستخدمها عشان نشوف توزع بروتين معين، ومرات بنشوفها عشان نحدد ايش ديستريبيوشن مكان البروتين ايش داخل خليه او داخل ايش نسيج. اذا this can be used نستخدمها عشان نحدد توزيع اي بروتين باي اتاتشينج. طبعا احنا يعني الفكره بالموضوع انه الانتي بودي اذا ارتبط باخذ معه الانتيجين، باخذ معه الماده الملونه، وانت الماده الملونه بتقدر تشوفها عن طريق المجهر، فهو ما راح الانتي بودي بتشوف وين المجهر، فانت بتقدر تشوف عن طريق الانتي بودي. اخر موضوع اللي هو ايش بنسميه الهايبريدايزيشن، هو انا طبعا هاي العمليه ايش بتشير امبلايز سبيسيفيك بايندينج لارتباط بين تو ستراند تو سنجل ستراند لسلاسل احاديه من النيوكليك اسيد، تمام، خاصه اذا كانوا هذول السلسلتين الاحاديات الاحاديات، يعني تجيب سلسله احاديه من الاحماض النوويه وسلسله احاديه من الاحماض النوويه يكونوا كومبلمنتري، تمام، ايش متممات لبعض وبتدرسهم. طبعا هاي العمليه احنا بنستخدمها ايش عشان نعمل سبيسيفيك ايدنتيفيكيشن، تحديدات محدده ودراسات ايش ودراسات دقيقه للجينات او الدي ان اي. هلا هون احنا شو اللي بيصير؟ انه ماده بتفوت بتخترق ايش الخليه او النسيج وبترتبط مع الدي ان اي او الجين اللي انت بدك تدرسه. فهون النيوكليوتايد سيكونس اوف انترست، يعني الانترست هون اللي انت بدك اياه تسلسل النيوكليوتايد اللي موجود على الدي ان اي او الجين اللي بدك تدرسه، الانترست المرغوب فيه يتم تحديده عن طريق شيء شو اسمه شيء اسمه سنجل ستراند كومبلمنتري دي ان اي دي ان اي سي دي ان اي. السي دي ان اي هو عباره عن تركيب بيكون صغير بفوت بيرتبط مع الاستراكشر او التركيب اللي بتدرسه بتركيبه الدي ان اي او الار ان اي. طبعا هاي العمليه هدفها تدرس الاحماض النوويه والدي ان اي والار ان اي بالخلايا اللي هي المحافظه على تركيبتها الانتاير سيل، تعطيك ايش انفورميشن معلومات حول وجود الدي ان اي اللي بدك تدرسه وتوزعه داخل النسيج. هون البروب اللي هو السي دي ان اي اللي هو الشيء اللي هو بيدرس اللي هو خلينا نحكي اللي هون البروب اللي هو خلينا نحكي العين بدك تشوف فيها، هاي الماده اللي هي السي دي ان اي قصد فيها البروب لازم تكون صغيره انها تروح تفوت وترتبط مع مين. يعني تخيل انه انت بدك تجيب قطعه او حساس يفوت يروح ينتقل يروح يراقب شيء او يرتبط مع شيء، فهذا البروب اللي هو السي دي ان اي بيكون حجمه صغير عشان يرتبط مع مين؟ مع النيوكليك اسيد اللي بدك تدرسه. طبعا هون بدك تستخدم ايش مواد يا تكون راديو اكتيف مشعه يا مواد مشعه يا مواد ملونه، وهون العمليه شو بدها خبير. هاي العمليه بنستخدمها عشان نحدد تسلسل دي ان اي معين، زي ندرس تسلسل جين معين او اجزاء من الجين عشان نحدد او ندرس الام ار ان اي عشان نحدد اللوكلايزيشن مكان الجين
على كروموسوم. يعني انا مثلا عندي كروموسوم بدي اعرف وين موقع الجين ايش فيه. طبعا انا قبل ما اعمل هايبريدايزيشن للدي ان اي او الار ان اي لازم شو للخليه, او قبل ما ادرس الدي ان اي والار ان اي لازم يعني قبل ما نعمل هايبريدايزيشن للدي ان اي والار ان اي لازم نمسك الخليه ونحللها. فالدي ان اي اند ار ان اي اوف ذا سيلز ماست بي انيشال, لازم نعمل له ديناتوريشن يعني نفككه عن طريق الحراره او اذر او اذر ايجنت عشان نفكه. احنا قلنا احنا دائما شو بندرس تو سنجل ستراند, فاحنا ايش لازم نعمل؟ لازم اول شيء عشان لما ندرس نفك الدي ان اي ونحوله لسنجل ستراند. والله يعطيكم العافيه دعواتكم, وان شاء الله موفقين وبأعلى الدرجات. اعملوا سبسكرايب للقناه ودعواتكم مره ثانيه. توفيق.